السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الأعزاء. هاي راح تكون أول محاضرة بعد العطلة اللي بلشت بعد قرار الحكومة بتعطيل الدراسة بسبب الكورونا. المحاضرة هاي تكميلية لمحاضرة الانالوج كوميونيكيشنز، وراح نكمل فيها على آخر شيء أعطيناه في المحاضرة الصفية. أوكي، أنتم بتعرفوا إنه بتقدر تيجي على موقعي عليهياش.com، تروح على كورسز انالوج كوميونيكيشن، بتلاقي انت فعليا كل الاشياء اللي انت بتحتاجها. الهاند نوتس بعد نهاية المحاضرة انا راح ارجع ارفع الهاند نوتس، فراح ترجع تلاقيهم انت على الاغلب تحت، او ممكن تلاقي لينك لهم موجود في الانونسمنت هون. اوكي، عملت شوية تعديلات على النوتس وإن شاء الله بتكون ممتازة. رح أرجع أعمل كمان تعديلات ثانية إن شاء الله على النوتس مرة أخرى. آخر شيء حكينا كان عن some properties for Bessel function، حكينا عن الحالات الخاصة في حال إنه small values for beta شو بصير في عندي. طبعا في احد الطلاب نبهني على شغله بالرسمه انه احنا كنا رسمينها غلط، فانا رجعت جبت الرسمه الصحيحه. هو مش غلط، كان هو فقط الاكس اكسس كنا مبلشين عد احنا من واحد، هون كان المفروض نبلش نعد من الزيرو. ليش؟ لانه احنا لو حكينا بيتا جوز تو زيرو لازم انه جي 1 اوف بيتا عند بيتا ايكوال 1 شو يساوي؟ يساوي 0. اوكي، بس اذا جيت انا عند بيتا ايكوال 1، طبعا هذا بس بالنسبه لبيتا ايكوال 0، فبيطلع 0. فتخيل بيتا ايكوال 0 فبيطلع هنا كمان عندي 0، ونفس الشيء بينطبق يعني. اوكي، في قاعده رئيسيه ورح اذا بترجعوا للكتاب، الكتاب فيه انه summation ل n minus infinity لإنفينيتي جي إن سكوير بيتا إيكوال 1، هذا رح يعطيني فعليا إن لما بعمل سميشن بتطلع اي سي على 2 للكوساين اللي هي اللي موجودة هون، اللي موجودة عندنا هون اي سي سكوير. أوكي، والجي إن سكوير هاي تربيعها إيكوال كله مجموعه يكون 1. هذا شو بيعطيني؟ بيعطيني إحنا بنعرف إنه فعليا عند جي زيرو احنا شو بنقدر نطلع؟ بنقدر نطلع الكارير. فاحنا الكارير او الكارير باور بيفور موديليشن او موديليشن هو اي سي سكوير على 2. بعد الموديليشن ان جنرال كيس فور موديليشن وات ايفر از ذا فاليو اوف بيتا، سو اذا كانت البيتا حكينا صغير كثير بتكون عندي جي نوت هيها 1، فبترجع زي كأنه الكارير كم المقدار فيه، مقدار فيه كمان اي سي سكوير، او هاد اي سي سكوير على 2. طب شو اللي بصير في عندي؟ انا بصير في عندي هنا انه الباور بالسايد باند افتر موديليشن شو هو فعليا؟ اذا احنا بنحكي كل الباور هي مجموعها 1، فعليا زي كأني بحكي انه الباور بالسايد باند افتر موديليشن رح تساوي الباور اللي موجودة في الكارير اوكي بيفور الموديليشن ناقص الباور اللي موجودة في الكارير بعد الموديليشن اللي هو طلعناها هون. فنحن بنعوض هاي القيمة هون، بيطلع معي الباور بالسايد باندز افتر موديليشن. اوكي، واحنا حكينا الامبليتود از فاريد اند فريكوانسي اف ام از فيكس، يعني هو الفريكوانسي تبع الاف ام فيكس، بس الامبليتود تبعه بيتغير، ومنه بيتغير مين فعليا؟ الـ amplitude او الفريكوانسي تبع الكارير فعليا، اللي هو بسميه احنا الفريكوانسي ديفيشن في الاخر. طيب هلا هاي احنا بتقدروا ترجعوا انتم تشوفوها، امور بسيطه. هلا بدنا نحكي عن شغله احنا بنسميها الترانسميشن باندويث اوف اف ام سيجنال. بشكل سريع احنا نحكي عنها، في عندي حالتين رئيسيات. كيرسونز رول بيحكي انه الباندويث ده هذا الـ FM signal is equal to 2 delta F plus 2 FM، وفعليا هذا شو بيعطيني؟ 2 delta F، لو سحبنا delta F لبرا
في واحد على بيتا. ليش؟ لأن احنا عرفنا بيتا على انها زي ما احنا كاتبينها هون، وين هي بيتا يساوي دلتا اف على اف ام. فلما مسحبها بصفي عندي مين هنا؟ بصفي عندي هون واحد على بيتا. يعني جيب الدلتا اف في الفريكونسي ديفيشن، عوض كمان بيتا، بيطلع معنا شو حسب كيرسنز رول؟ بيطلع معي مين؟ الباند تبع الشانل او تبع الاف ام سيجنال، او يعني مش الشانل، هي فعليا الاف ام سيجنال. في عندنا طريقه ثانيه، الوول بيرسنز باند ويث. بنفترض متى هي بتكون الجي ان اوف بيتا اكبر من 0.01 او 1%، فالباند ويث شو بيكون؟ بيكون 2 مضروبه في الان ماكس في الاف ام. هلا الاف ام معروفه عندنا بالنسبه للنوروبان، الان ماكس من وين بنجيبها؟ اللي هو 2 ان ماكس. فعليا من وين بنجيب ال 2 ان ماكس؟ بنجيب ال 2 ان ماكس من هون. الا اذا كان الموديليشن اندكس مثلا عندي قيمته نص، فال 2 ان ماكس قم مقدارها بيكون يعني نمبر اوف سيجنيفيكانت سايد فريكوانسيز اللي هو 2 ان ماكس. 2 ان ماكس تساوي مثلا 2، اوكي؟ فلو كانت بيتا قليل كثير بيكون احنا عندنا نارو باند، وفعلا احنا شفنا انه النارو باند كثير قريب، لو كانت اقل بكثير من واحد، وهي 0.1 اقل بكثير من واحد، بيظهر عندي انا هون انه 2 ان ماكس ايكوال 2 اف ام هو الباند وث، وفعلا النارو باند اف ام الباند وث 2 اف ام. طيب الجنرال كيس، او الجنرال كيس شو هي؟ هي علاقة بنستخدم فيها إشي بنسميه اليونيفرسال كيرف فور ايفالويتنج ذا 1%. يعني ال 1% مش موجود عندي، دائما عندي انا في كيرف هون. الكيرف شو فيه؟ فيه خلينا اكبر، في عندي هون بيتا، وفي عندي هون الباند ويث على دلتا اف. الباند ويث على دلتا اف، كيف بنستخدم هاي الكيرف لحتى نطلع الباند ويث؟ اول شيء بنحكي انه الباند ويث ايكوال تو دلتا اف ويساوي 1 بلس 1 على دي. ال دي بنعوض بدالها مين احنا فعليا؟ ال 1% بليس. عشان نطلع ال 1% شو بنطلع؟ شو بنعمل؟ بنعوض البيتا وذ دي. يعني بدل الدي هون شو بنروح نعمل؟ بنعوض بيتا. طبعا دي هي نفسها شو تساوي؟ دلتا اف على دبليو، اللي هي دلتا اف على اف ام. دلتا اف على اف ام وشو عرفناه هون؟ نفسها بيتا، اوكي؟ شو بنيجي بنعمل؟ خلينا نحكي مثال، نحكي انه commercial FM broadcasting system هذا دلتا اف او اف ماكس اللي ماكسيم ديفيشن نسميه 75 كيلو هرتز. The message signal has a bandwidth اللي هي اف ام او نسميها دبليو مرات 15 كيلو هرتز. What is BT او what that is the transmission التي جاي هون من transmission bandwidth، okay. Using the Kirchhoff rule BT is equal delta 2 delta f بلس 1 over D. 1 over D اللي هي شو تساوي؟ 5، اللي هي دلتا F على W دلتا F على FM. بنعوض في العلاقة بطلع معي 180 كيلو هيرز. Using the universal curve by replacing beta with D equal 5 with D equal 5. يعني نجيب العلاقة هاي اللي بالكيرف، شايفين هذا الكيرف؟ هذا الكيرف شو بيحكي؟ بيحكي انه بيتا equal 5، صح؟ هاي 5 بالنص بدنا نختارها، هاي 4 هون، طبعا هون لوغاريتم سكيل. نيجي 5 اذا بنوجدها هون بيطلع معي 3 بوينت هون 3.2. بنعوض 3.2 equal اللي هي مين؟ BT على دلتا F. دلتا F معروفة عندي 75 كيلو هيرتز، بيطلع معي الباندوث كم مقداره؟ 240 كيلو هيرتز. يعني أنا ممكن أسألك شو ممكن أسأل، أو أي حدا يسألك ممكن بشكل رئيسي. هلا إذا بنشوف إحنا اليونيفرسال كيرف هو متحفظ أكثر من مين؟ متحفظ أكثر من كيرسنز رول. كيرسنز قريب كثير، يعني 180 إلى 240 يعتبر قريب نوعا ما، لكن اليونيفرسال كيرف متحفظ اكثر. يعني انا لو بدي اصمم الريسيف الترانسميتر تبعي والريسيفر تبعي، الباند باس فلتر اللي بيكون موجود، اصمم الباند باس فلتر بناء على مين؟ بصممه بناء على اليونيفرسال كيرف افضل، عشان ما يصير في عندي ديستورشن.
طيب نيجي لشغلة ثانية اللي هي generation of FM signal indirect method. احنا بنعمل فيها generation لنارو باند FM، بعدين بنستخدم الفريكوانسي modulation او multiplication. رح نشوفه هون الفريكوانسي multiplier. اوكي، النارو باند FM طبعا هاي كلها نارو باند frequency modulator، بعدين بنستخدم frequency multiplier. اوكي، small compared with 1 radian، احنا شو بنستخدم؟ بصير عندي small، بصير عندي small النارو باند FM. الطريقة الثانية بنستخدم فيها او نستخدمها للgeneration of FM signal اللي هي الدايركت ميثود. الدايركت ميثود فعليا هي اسهل طريقة، لكن في عندي مشكلة بتصير بسبب الفاريشن بالكاباسيتنس وهي الامور، فبصير في عندي ديستورشن اعلى لما بستخدم الدايركت ميثود مثل الفولتج كنترول اوسيليتر. الفولتج كنترول اوسيليتر هو باخذ فولتج اللي هو الام اوف تي مباشره بيعدل الفريكوانسي تبع الكارير بناء عليه. هذا الفاريشن احنا ما بنقدر نتحكم فيه بشكل زي ما بنقدر نتحكم فيه بالاندايركت ميثود. اوكي، الاندايركت ميثود شو بتفترض؟ هي بتفترض انه احنا بنعمل جينريشن للنارو باند فريكوانسي سيجنال، نارو باند سيجنال. هي طبعا مأخوذة من الكتاب، بالنوتس القديمة كانت مكتوبة بالخط اليد، بس حبيت هيك احطها بشكل دقيق واضح. مسج سيجنال ام اوف تي، ندخل على انتجريتر على النارو باند فيز موديليتر زي ما حكينا سابقا انه هذا الاوتبوت بيطلع معي نارو باند اف ام سيجنال. طبعا كريستال اوسيليتر، ليش نستخدم كريستال اوسيليتر ما بنستخدم تيون سيركت؟ كريستال اوسيليتر بالنسبة لل بالنسبة ل الترانزميشن ككارير هو أدق وبيعطيني بلس واضح 100%، عبارة عن دلتا فانكشن موجود أو مقارب كثير للدلتا فانكشن موجودة في الفريكوانسي دومين. تمام، هلا الملتبلاير شو وظيفته أو كيف شو هو الملتبلاير فعليا؟ الملتبلاير هون شكله، هلا انت بستعمل نارو باند اف ام. هلا الواي باند اف ام مش حكينا عنه، هو عباره عن مجموعه نارو باند سيجنالز مجموعين جمع في الـ 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 في الفريكوانسي دومين. فاحنا شو بنقدر نعمل؟ بنقدر نعمل انه ناخذ الاف ام ويف اس اف تي وذ كارير فريكوانسي اف سي ام موديليشن اندكس بيتا، ناخذها على ميموري ليس نون لينير ديفايس. هذا شو بتعطيني؟ بيعطيني في اوف تي. في اوف تي اللي هي اس اف تي A في S تربيع of T، بعدين لعند A N S to the power N of T. هذا شو بيعطيني؟ بيعطيني S bar of T with the carrier frequency. The carrier frequency بتطلع NFC أو modulation index اللي هو N في بيتا. N في بيتا، وهذا رح يعطيني فعليا مين؟ ال indirect method فعليا ال output. ال indirect method لمين؟ لل crystal او عفوا لل اف ام موديليترز. هلا بشكل بس بسيط بدنا نشرح عن الدايركت ميثود للاف ام موديليشن، وبعدين رح نيجي لشغلات ثانيه بالدي موديليشن للاف ام سيجنال. اوكي، هون في عندنا شرح. هلا اذا بنيجي للنوتس القديمه، النوتس القديمه فيها هاي ال1 زائد ال2 على سي2 او سي اوف تي. هذا احنا بنسميه هارتلي اوسيليتر. هارتلي اوسيليتر بشكل دق هو هيك عباره عن ترانزستور، التو بارتس الرئيسيات فيه ال1 وال2، في عندي كاباسيتنس. هلا رح نيجي للفراكتر دايود بعد شوي. هلا الفكره الاساسيه شو بتحكي؟ هذا هو عباره عن في سي او وفولتج كنترول اوسيليتر، بس كيف هذا الاوسيليتر بده يغير الفريكوانسي تبع السيجنال بناء على المسج سيجنال؟ اوكي، في عندي سي اوف تي equal. هنا السي اوف تي هي الشكل الرئيسي لها، بدي اياها تكون بالطريقه هاي شكلها سي اوف تي، يعني هذا الاوسيليشن فريكوانسي الانستانتينوس فريكوانسي اللي طالعه بالنسبه للتايم من هذا شو تساوي؟ 1 على 2 باي سكوير روت اوف ال1 بلس ال2، بغض النظر شو هم ال1 وال2 نختارهم بشكل بعنايه بحيث انه يعطيني ستابيليتي للهارت اوسيليتر. مضروب في اس في سي اوف تي. هون لاحظ انه التايم هو بارامتر لمين؟ للكاباسيتنس اللي هون. هو فعليا اذا بنقدر نطلع عليه بطريقه اخرى هو ريفليكشن لمين؟ للسي للمسج سيجنال. فلو كان عندي ساينوسويدال ام اوف تي يعني سنجل تون مسج موديليتنج سيجنال وذ فريكوانسي اف ام، ذن سي اوف تي او سي تي شو راح تكون تساوي؟
يساوي سي نوت اللي هو المينيمم كاباسيتنس بالنسبه لهذا الكاباستور اللي هو اللي بده يكون فاريبل كاباستور بلس دلتا سي مضروبه في كوساين 2 باي اف ام اوف تي. اف ام اوف تي هون بالنسبه للهارتلي اوسيليتر، اذا بنرجع لاشتقاق الهارتلي اوسيليتر كيف شكله هو فعليا، بيثبت لي الهارتلي اوسيليتر انه او عفوا الانستانتينوس، اذا بدنا نيجي نطلع هون على شو هي الانستانتينوس فريكوانسي عندي مقدارها بالاشتقاق، موجود الاشتقاق كاملا في الكتاب مع شويه ابروكسيميشنز موجودين هون، بيظهر عندي انه انا الانستانتينوس فريكوانسي تبعتي الاف اي اوف تي ايكوال اف نوت اللي هي مين، هي الاوسيليتنج الاوسيليتنج اللي خاصه في مين، في سي نوت لو كانت سي نوت لحالها بلس دلتا اف مضروبه في كوساين 2 باي اف ام اف تي، هاي المسج سيجنال تبعتي، والفريكوانسي ديفيشن اللي هي دلتا اف موجوده اصلا هنا. اوكي هذا الحكي كيف بنقدر نعمل. هلا في عندنا اختراع مش جديد قديم، هذا الاختراع اسمه فاراكتر دايود. فاراكتر دايود هو عباره عن دايود بالريفرست بايست، اذا انا حطيت عليه فولتيه بريفرست بايست، يعني انا لو رحت عملت دي سي اوفست ل السيجنال تبعتي بمقدار البوزيتيف ودائما ضمنت انه عندي الفولتيه مثلا بوزيتيف او نيجاتيف عفوا على طرفين الدايود، لو كان هون بوزيتيف عندي بالمنطقه هاي هون نيجاتيف، ودائما افترضت انه البوزيتيف البولاريتي عندي نيجاتيف بالنسبه للمسج سيجنال اللي جايه على الفراكتر دايود من الجهه هاي، شو اللي بصير في عندي انا؟ بصير في عندي دائما تغير في الكاباسيتور، تغير في الكاباستور هذا with relative، خلينا نفترض انه هذا التغير linear with relative to the message signal with relative to the message signal، شو بيعطيني فعليا؟ بيعطيني difference بالكاباستنس، difference بالكاباستنس هاي تمام؟ هاي C of T اللي هي فعليا صارت هيك شكلها، فالكاباستور صار عندي كيف شكله راح يصير كفاراكتر دايود، راح يصير C not المينيمم capacitance plus delta C التغير maximum change in the capacitance هذا مضروب في مين، في كوساين، في الكوساين الماكسيمم اللي له واحد، في الدلتا C اللي هو الماكسيمم تشينج التغير دلتا اللي هو واحد فعليا عفوا واحد مضروبه في دلتا C اللي هو الرينج للتشينج في مين، في الفاراكتر دي. اوكي هذا راح تشوفوه بالمختبر الاتصالات، نوع من انواع الفولتج كنترول اوسيليتر، فولتج كنترول اوسيليتر. اوكي هلا ما بدنا ندقق على البلوك دايجرامز هذول، ليش؟ بالنسبه للاندايركت ميثود، لانه احنا فعليا يكفينا نعرف هون الفي سي او بشكل مفصل، لكن انت لو عملت ال VCO بتقدر تعمل من خلاله مين؟ ال Indirect Method. ال Indirect Method فعليا الـ شو بيعمل؟ يعني طلع هون احنا لو جبنا هاي بدل ما نعمل هيك، شو عملنا؟ احنا تحكمنا فيها من خلال Voltage Oscillator، من خلال Capacitance. هذا مش ال Indirect. ال Indirect هو فعليا هو في هذا هو ال Indirect، اني شوي شوي احنا نلعب في ال Signal، شوي شوي نشتغل على ال Signal. شو يعني معناها؟ يعني انه هاي المسج سيجنال نعملها انتجريشن، نضربها في 2 باي اللي هو الانتجريتر تبعي، بيطلع لي ايش؟ نارو باند فيز موديليتر هذا، بس عشان الفيز هاي مش بس تجيب هاي، بجمعها لمين؟ للفيز تبعت الكريستال اوسيليتر كارير. بعدين شو نعمل؟ فريكوانسي ملتبلاير عشان يظهر معي بالنسبه للوايد باند اف ام، يظهر معي فعليا الهارمونيكس اللي جايين من البيسل فانكشن اللي هم نقدر نرجع نشوفهم، نطلع لهم شوي اللي هم هون هيك، يعني هاي الاول، هاي الثاني، هاي الثالث. بعدين احنا هذا بيشمل كمان الاندايركت ميثود، بيشمل وجود باند باس فلتر اصلا تمام. الباند باس فلتر اصلا احنا منحدد الباند تبعه للباند باس فلتر من خلال مين؟ من خلال الكيرسون ميثود، الكيرسون رول، او من خلال اليونيفرسال كير. اوكي هذا بالنسبه ل
الجنريشن اوف اف ام سيجنال، وكمان بالنسبه للوايد باند اف ام. طبعا حكينا الوايد باند اف ام بيشمل بشكل خاص النارو باند اف ام في حاله انه بيتا اقل او يساوي واحد، اقل بكثير من القيمه بتساوي واحد. نركز شوي بس على الهارتلي اوسيليتر، بتشوفوه بعدين في اتلقى في الكوميونيكيشن الكترونكس. المحاضره الجايه رح نحكي عن الديموديليشن اوف اف ام سيجنال، فريكوانسي ديسكريمينيتر شو هو، سلوب سيركت شو هي، الانفلوب ديتكتر شو هو. اوكي، يعطيكم العافيه وربنا يحفظكم ويحميكم، والى لقاء اخر في المحاضره القادمه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.